الصلاة أفضل من الطواف بالبيت الحرام؟ شوف مشايخنا، أنت إذا دخلت إلى المسجد الحرام فأول ما تبدأ به هي تحية المسجد، هي تحية المسجد. أما حديث تحيته الطواف حديث ضعيف، والمسجد الحرام تدخل برجلك اليمنى وتقول دعاء المسجد ثم تصلي ركعتين. بعد ذلك أردت أن تطوف فلك أجر، من طاف حول البيت أسبوعا يعني 7 أشواط كمن أعتق رقبة. وتريد أن تصلي الصلاة 100,000 صلاة، كل تسليمة 100,000 تسليمة سواء نافلة أو فريضة، فأنت بخيري النظرين، أنت بخيري إيش؟ النظرين. ودائما يا أخوان نقول بالنسبة للنوافل افعل ما تستطيعه، اللي تقدر عليه افعله، اللي تستطيع أن تفعله. فالله عز وجل نوع النوافل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لقد علم كل أناس مشربهم. في إنسان ما يقدر يطوف صحيح، فلا يحرم نفسه من إيش؟ من الصلاة. في إنسان يجمع بين الاثنين، فإن جمعت بينهما كان خيرا. وإن بدأت بالصلاة هذه هي السنة في دخول إيش؟ في تحية إيش؟ في تحية المسجد. وإن جعلت بعد ذلك طواف فالحمد لله، إن لم تتمكن وجعلتها كلها صلاة فالحمد لله، كله خير وكله حسنات. إذا طفت طواف واحد بإعتاق رقبة، وإذا صليت صلاة واحدة ب55 سنة و5 شهور و17 يوم، 100,000 تقسيم قسم على 360 شوف تطلع كم، ب55 سنة و5 شهور و17 يوم. وذلك فضل يأتيه من حتى المحرمين يأتي من يشكر حتى لا المحرم إذا دخل إلى مسجد الحرام أول ما يبدأ به الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وبينهما بعد الطواف يصلي إيش؟ ركعتين. ومن السنن الجميلة ما بعض أهل العلم قال لك إيش؟ قال لك ممكن الطواف أفضل. ليش؟ قال لأن بعد كل طواف حتصلي ركعتين فتجمع بين هذا. من أما أقول أنه الحمد لله طالما أنها نوافل ولم يأتي دليل على تفضيل شيء على شيء، فاجعل ما تستطيع أن تقوم به بعد أن تصلي تحية المسجد، ولا تقدر عليه تسوي. نعم.